ضيع حلم اللقب الإفريقي والغياب مجددا عن مونديال الأندية، كتب نهاية المدرب الهولندي مارتن يول كمدير فني للأهلي، ووضع رئيس القلعة الحمراء محمود طاهر في مرمى الهجوم الجماهيري المطالب بمدير فني يعيد نغمة الانتصارات للنادي. ومن بين عدة أسماء أجنبية ومحلية طرحت لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر، وقع الاختيار على لاعب الأهلي ومدربه الأسبق حسام البدري. شخصية زي حسام البدري هي الشخصية القيادية اللي بتقدر تحكم عناصر الخبرة زي حسام غالي، عبد الله السعيد، وليد سليمان، مجموعة لعيبة كبار في الأهلي بيحتاجوا لشخصية معينة هي اللي بتحكم المجموعة، مش كشخص معين هو اللي بيتحكم المجموعة. الأهلي بينجح بالمجموعة اللي عمل، ما يجيش يجرب زي اللي فاتوا، لأن الأهلي أخطأ السنين اللي فاتت أو السنتين اللي فاتوا في تعيين أو ملف الإدارة الفنية للفريق ويشيل ده ويحط ده، فبالتالي الأهلي محتاج مدير فني، مش شرط يبقى عالم ولكن يبقى عنده خبرة إفريقية قدر يتعامل بيها في الدوري المصري. الأهلي أنهى المشاركة الإفريقية بالمركز الثالث بمجموعته وبفوز واحد من 6 مباريات، وهو المتوج باللقب في 8 مناسبات آخرها في 2013. لعبت الأهلي يمكن الظروف بتحاربها من كل ناحية، سواء بقى الجمهور اللي هاجم اللعيبة في التدريب، سواء المدرب اللي مشي بشكل مش كويس، سواء اللعيبة نفسها، حتى إنه اللعيبة مش مصدقة إن الجمهور يهاجمها لمجرد إن هي خسرت بطولة أو بطولتين، خاصة إن هم يعني مش طالعين الموسم اللي فات ده فاضيين. تولى البدري قيادة الأهلي مرتين آخرها موسم 2012، إلا أنه اختار الانتقال إلى أهلي طرابلس الليبي موسم 2013، ما أغضب الإدارة الحمراء وقتها برئاسة حسن حمدي، وأصدر بيانا يدين فيه خطوة البدري الذي رحل عن الفريق بعد التأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. نرمين سامي، العربية، القاهرة.